ما شفت عندنا طبعا المهندس ياسر نفس القصه ضد الخبر بتوع مايك شفت اللي هم اقتنعوا بالفكره بتاعتنا اصلا في تاخيرهم ان احنا محتاجين نديفلوب الشباب اللي عندنا نوضح لهم ايه المطلوب منهم تحر اعرف تيجي عندي ما تجيش عندي اي دونت كير انا اللي عندي كيرنج عليه ايه تعرف طريقك فين عشان انا عارف ان انت معاك فلوس لازم محتاج ان انت تنفست في نفسك بطريقه صح مش سبك لما انت مرهندي وضيعت فلوس ومفيش حاجه اوكي فهو الشمس مصطفى هيكلمنا على الثلاثه ديفرنت كاريرز هيلب ديسك وسيستم ادمنستريتور والانجنييرنج بالحاجات الريكوايرمنت ليها كمايكروسوفت وانا هكمل ورا بقيه الحاجات بتاعتك. اتفضل. انا اسمي مصطفى حماد انا بشتغل في مايكروسوفت برودكت من حوالي 10 سنين. ان شاء الله نتكلم مع بعض زي ما سمعنا عن الكاريرز اللي احنا بنفادها او اللي انت حضرتك ممكن تقابلها او ممكن حضرتك ابلاي عليها هتحتاج انك تشتغل في مكان ممكن تبقى تايتل بتاعك هيلب ديسك او تبقى سيستم ادمن او تبقى سيستم انجينير. الاول تحديدا احنا لما بنشتغل في الاي تي يعني نتكلم باختصار يعني احنا المفروض بنسهل على شغلهم. يعني اللي بيتعاملوا مع الاي تي اكويبمنت او بيتعاملوا في الكمبيوتر هم نوعين من الناس. في حد بيستخدم الاكويبمنت بتاعت الكمبيوتر